مبروك وسواكم في خاطري لا يخطر. صبرت قلبي عنكم فأجابني، صبرت قلبي عنكم فأجابني، لا صبر لي لا صبر لي لا أصبر، لا صبر لي حتى يراكم ناظري، لا صبر لي حتى يراكم ناظري، وعلى محاباتكم أموت وأحشر. غبتم فغاب تواجدي عن ناظري، غبتم فغاب تواجدي عن ناظري، فلذاك قلبي بالفراق مكدر. فإذا نطقت ففي حديثي جمالكم، فإذا نطقت ففي حديثي جمالكم، وإذا سكت ففيكم أتفكر. حاموا على كسر النفوس فإنا، حاموا على كسر النفوس فإنا مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. حبي لكم طبعا بغير تكلف، حبي لكم طبعا بغير تكلف، والطبع في الإنسان لا يتغير، والطبع في إنسان لا يتغير. واهلم كريك واهلم كريك شوفوا لنا ما جريك، وانا الضحية ما اعترف قاتلك،
ولا ضحية ما اعترف قاتلي نساب ناعشي ولا مفتري نساب ناعشي ولا مفتري واهلم قريبنا واهلم قريب واهلم قريب واهلم قريب شوفوا لنا ما جري واهلم قريب شوفوا لنا ما جري وانا الضحية ما اعترف قاتلي وانا الضحية ما اعترف قاتلي نساب ناعشي ولا مفتري نساب ناعشي ولا مفتري واهلم قريبنا واهلم قريب واهلم قريب واهلم قريب لا تحرموا ناظري شهرين بدور لضبي وشلك شهرين بدور لضبي وشلك خرج ما أم غزلان مراد لي خرج ما أم غزلان مراد لي واهلم قريبنا واهلم قريب تحرموا ناظري واهلم قريب لا تحرموا ناظري شهرين بدور لضبي وشريك شهرين بدور لضبي وشريك خرج ما أم غزلان مرد لي خرج ما أم غزلان ما رد لي واهلم قريبنا واهلم قريب واهلم قريب واهلم قريب وانا مسيكين لي واهلم قريب وانا مسيكين لي وقلبي لكم شابير من يشتري وقلبي لكم شابير من يشتري حتى الحنان في ذا الزمن قد غلي حتى الحنان في ذا الزمن قد غلي واهلم قريبنا واهلم قريب واهلم قريب يا غصن نقاء مكللا بالذهب أفديك من الرجاء بأمي وأبي يا غصن نقاء مكللا بالذهب أفديك من الرجاء بأمي وأبي إن كنت قد أسأت فيكم أدبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي العمر مضى وفتني المطلوب لا الوقت أطاعني ولا المحبوب دمعي ودمي كلاهما مسكوب يا يوسف صل لأنني يعقوب يا يوسف صل لأنني يعقوب الغصن إذا رآك مقبل سجد والعين إذا رأتك تغشى الرمدا الغصن إذا رأك مقبل سجد
والعين إذا رأتك تغشى الرمدا. يا من بوصاله يداوي الكبدا، ما تفعله اليوم ستلقاه غدا، ما تفعله اليوم ستلقاه غدا، ما تفعله اليوم ستلقاه غدا. بعدتم عن العين فازدادت محبتكم، وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور، فجودوا بوصلا قبل موتي، فإني عليل وعمر العاشقين قصير، وكنت فتى لا أرتضي البعد ساعة، فكيف وقد مرت علي دهور. نهديكم أجمل التحايا قاطبة من أرجاء عرس متألق بدوي يبدو في غاية الروعة والجمال، يزينه بدر ساطع يأتلي منصته وعرشه، رافع الهام واثق الخطوة يمشي ملكا، يبادل الحاضرين التحايا بابتسامة طلقة أنيقة منيرة، تجعل في نفوس الحضور نشوة وفرحة تغمرهم جميعا. بدرنا المتألق عماد عوض المزايد بدأ يوم زفافي، بسم الله ما شاء الله، شبيه البدر تعلو الطريا، عريس في الحمى باه المحيا، دعاني للوصال فجدت وصلا، فرحب بي وأكرمني وحيا، وقال نزل تدارك ألف سهلا، أنرتم واتسع عروسي حليا. إن الناظر إلى وجه بدرنا يلمح في وجهه ابتسامة تحيي كل حاضر ومتواجد في ثنايا هذا العرس البهيج، يقول لكل حاضر بلسان حاله: حللت أهلا ونزلت سهلا، على الرحب والسعة قلوبنا هي المحل وهي فسيح المقعد، لو علمنا مجيئكم لفرشنا مهجة القلب أو سواد العيون، وافترشنا على الطريق خدودا ليكون المرور فوق الجفون. أرحب باسما بالحاضرين وأشكرهم ضيوفا مكرمين، وأنظر في رياض الأنس زهرا يعطر أفق كل السامعين، فإن شئتم نعطركم بورد، وإن شئتم نعطركم بكل، وإن شئتم نعطركم بعود، وإلا سوف نعطي الياسمين، وإن قلتم فلا هذا ولا ذا فلي شعر سأسمعكم رصينا. فحي الله أضيافا كراما أبات للمودة حافظين، أرى هذه الوجوه تشع نورا تزينها جباه الساجدين، وعفوا وعفوا إن يضيق بكم مكان ففي قلبي محلكم يقينا، وإن حر وإن برد يصيبكم ألا فلتنزلوا منا الجفونا. يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. أيها الأحباب الكرام، ترحيبا حارا من كافة آل العريس ومحبي هذا العريس المتألق بكل ضيف قدم إلى هذا المحفل الجميل، نقول له أهلا وسهلا ومرحبا، ونعتذر عن أي تقصير بدر منا تجاه ضيفنا، فإن الكمال لله. كذلك اعتذار أتى يهفو إلينا عبر الحمام الزاجل من الأخ الأستاذ مؤمن شوقي المقدري المقطري، يقول في اعتذاره: أخي عماد، بعثت إليك حقدا. عماد عوض، بعثت إليك عقدا من الياقوت والدر اليتيم، بعثت إليك أشواقا وحبا معبرة عن الود القديم، ولكني عجزت وكل قولي عن الإيفاء بالحق العظيم، ولو إني قدمت إليك حبوا وفوق الشوك كان خطى قدومي، لما وفيت حقك غير أني ألوذ لديك بالقلب الرحيم، وأرجو عفوك المشوذ فاقبل أخا النبلاء عذر أبي تميم، وزوري قبر أحمد كل حين ودومي يا صلاة الله دومي. ويهنئ ويبارك لأخانا العريس. كذلك
باسم الحضور الكرام كافة المتواجدون معنا ضيوفا ومقيمين، وكذلك نخص بالتهنئة الشيخ القدير ثابت إبراهيم المعمري وكافة آل المعمري تهنئة نبعثها لعريسنا باسم المعمري للأراضي السكنية والمياه، مقدمة من أعماق قلوبنا. تهنئة لو رفعت إلى السماء لكانت قمرا منيرا، ولو نزلت إلى الأرض لكستها سندسا وحريرا، ولو مزجت بماء البحر الملح الأجاج لجعلت ماء عذبا فراتا سلسبيلا. تهنئة تقول في مطلعها يا طائر السعد غن وانت ابتسم يا زماني، وارفع لآل المجايد أغلى وأجمل تهاني. يتقدم المهنئون جميعا بأسمى وأرقى وأجمل آيات التهاني والتبريكات القلبية، محملة بإكليل من الورود وممزوجة بأريج الفل والرياحين، مهداة إلى بدرنا المتألق بدر محفلنا الأستاذ القدير عماد عوض المزايد، ونقول له ما تعلمناه عن الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكم في خير، سائلين المولى عز وجل أن يرزقه ذرية صالحة إنه على ما يشاء قدير. كذلك نرجو من الضيوف الكرام جميعا تصفيقة حارة ترحيبا بالفنان القدير زاجل عروسة البحر الأحمر الأستاذ أسامة عبوش وطاقم الفرقة والإلقاء وطاقم الصوتيات والتصوير، صوتيات عبيد أحمد العيدروس، المهندس المتألق حسن عوض غديوة، تصوير ومونتاج وأخراج الخليل للتصوير والمونتاج وتصوير أحدث الأفلام الدعائية والرئيسية، المركز الرئيسي شارع الرقاص بجوار محلات الهند التجارية تقاطع جولة الفقيد عبد الحميد خليل بقيادة المايسترو عثمان عوض غديوة، كاميرا ثابتة الأستاذ القدير محمد زيد قليس، كاميرا متحركة خالد عبد الله شراية، مواصلات وسواق الطاقم محمد ناصر الوشح، ضيوفنا ميرسي، وكذلك من كافة آل السهيل ومن الدكتور إبراهيم أحمد موسى عادل حجازي جميل النعمي عبد حسن المعمري وأخوانه جميعا، كل من هو حاضر ومتواجد معنا نهدي باسمه وكذلك باسم شقيق العريس المتألق الغائب عن العين الحاضر في القلب الأخ الزميل سلمان عوض المزايد، ولكم خالص تحياتي بحبكم في الله نجيب يحيى الواصل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.